السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أكد رئيس الحكومة أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وضعت سيناريوهات محتملة للدخول المدرسي المقبل حسب الحالة الوبائية آنذاك. وقال سعدي العثماني في ندوة صحفية يوم أمس الأحد برفقة وزير الصحة أي الطالب بخصوص الدخول المدرسي المقبل: ليس لدينا رؤية واضحة حول الدخول المدرسي المقبل، معللا جوابه بصعوبة توقع ما سيصبح عليه فيروس كورونا بعد شهرين. للإشارة، فقد تسببت جائحة كورونا في توقف الدراسة حضوريا منذ منتصف مارس الماضي، كما تسببت في إلغاء الامتحانات الإجهادية الخاصة بالمستوى السادس ابتدائي والثالثة إعدادي، في حين تم تغيير موعد امتحانات البكالوريا. نشكركم على حسن المتابعة.